أحيت الكنائس في الأردن ليلة الميلاد بتهيب لاستقبال طفل المغارة بقداديس إلهية، حيث ترأس قدس الأب الدكتور إبراهيم دبور قداسا إلهيا في كنيسة دخول السيد إلى الهيكل للروم الأرثوذكس في عمان بحضور عدد من الآباء الكهنة وجموع من أبناء الرعية. وفي كاتدرائية القديس جوارجيوس للروم الملكيين الكاثوليك ترأس سيادة المطران ياسر العياش قداس العيد بمشاركة عدد من الآباء الكهنة وحضور عدد من الراهبات وجموع من المصلين. وأقيم في نفس الكاتدرائية قداس الرعية الكلدانية ترأسه راعي الكنيسة الكلدانية في الأردن قدس الأب زيد حبابة بحضور السفير العراقي في الأردن الدكتور جواد عباس وجمع من الشخصيات الرسمية والعامة وأبناء الرعية الكلدانية في الأردن. كما ترأس المطران ساويروس ملكي مراد النائب البطريركي في القدس والأردن قداس عيد الميلاد في كنيسة مار إفرام للسريان الأرثوذكس بحضور عدد من الآباء الكهنة والشمامسة وجموع من المصلين. وفي كنيسة العذراء الناصرية للاتين ترأس قدس الأب أنطون هريمات راعي الكنيسة قداس ليلة الميلاد بمشاركة عدد من الآباء الكهنة وجمع من أبناء الرعية.